اشتركنا في معسكرات مسار سياحي، تعرفنا فيها على أماكن جديدة في بلدنا وخصوصاً في محافظة البلقاء. ومن هاي الأماكن ما كانت رحلتنا إليها الأمس، وكانت إلى منطقة جلعدة السياحية. زرت غابات وصف التل وأنا أول مرة أزورها، فلذلك اكتسبت أنه عرفت مناطق جديدة في وطننا وتعرفنا على بعض الأشخاص، واكتساب يعني مهارات جديدة، واكتساب أنك عرفت مناطق جديدة في وطنك. يعني هي معسكرات تساعدنا على اكتشاف أماكن جديدة بالبلد، تطور وتحسن صورة هاي الأماكن بالنسبة إلنا، تخلينا نكتشفها وندل عليها، وتهيئ لنا فكرة إنه بلدنا فيها أماكن حلوة نقدر نزورها ونستكشفها وندل عليها الناس.